بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي زملائي وأبنائي المحامين أن أرحب بصاحب الدار، دار البحر الأحمر، الأخ والصديق اللواء أركان حرب أحمد عبد الله. أحد فرسان القوات المسلحة، وبمناسبة فرسان القوات المسلحة أن لي معكم حوار في نهاية الكلمة، ذكروني إن نسيت. لكن أبدأ بما اتفقنا على أن نبدأ به في هذا الانعقاد، هذا الانعقاد الذي يضم محافظات الجنوب المصري، صعيد مصر، ليس من باب التمييز ولا من باب الإقليمية أن يحدث هذا الاجتماع، ولكنه من باب التنظيم والترتيب بالمسافات، حرصا على أن نلتقي بأعداد تقبل أن نتحاور. فالكثافة العددية الضخمة التي انعقد بها مؤتمر المحامين الفائت حالت دون أن نتواصل تواصلا مباشرا. فقررنا منذ هذا الانعقاد أن تكون لنا لقاءات متكررة، لكنها بقدر الإمكان بأعداد تسمح بالحوار المشترك، لأنه من غير المعقول أن يظل المحامي يستمع وأن تنصرف النقابة بمجلسها ونقبها إلى الكلام. لذلك خصصنا الجلسة الصباحية القادمة غدا لتكون جلسة حوار مباشر بين حضراتكم وبيننا، من أجل أن نقف على آخر مستجدات نقابة المحامين. نقابة المحامين بعد أن خاضت أكبر معاركها دفاعاً عن النفس ودفاعاً عن الكينونة ودفاعاً عن المحاماة ودفاعاً عن الوطن، لأنك عندما تدافع عن المحاماة أنت تدافع عن الوطن، ولأن الوطن في حاجة إلى محامين، محامين أكفاء لديهم القدرة على العطاء وعلى الرأي وعلى الدفاع. وكان من المستحيل على نقابة المحامين أن تسير بما كانت تسير عليه قديما، بغير ضبط جداولها وبغير حماية حدودها، حدودها المهنية. كنا أمام معركتين، معركة تحرير مهنية ومعركة أخرى، معركة صد عدوان قادم أو آت أو مقدم عليكم وعلى نقابة المحامين. كانت معركة التحرير هو تحرير نقابة المحامين من غير المشتغلين وإجلائهم من وطننا المحتل، لأن احتلالهم أشبه باحتلال المستعمر الذي يدخل الأوطان فيأخذ خيراتها ويترك الفتاة أو يشارك أبنائها في مدخلاتهم وفي منتجاتهم وفي أدواتهم. فكانت المعركة معركة تحرير، احنا بندافع عن وطننا الصغير المحاماة، بندافع عن استحقاقاتنا، عن مواردنا اللي بنضخها كل يوم في أعمالنا كمشتغلين. كانت المعركة معركة قاسية، معركة لم تكن تمر بغير جراح، وأنا مدرك أن كثير من المحامين عانوا، المحامين المشتغلين
عانوا من إجراءات النقابة ومن طلبات النقابة واستحقاقاتها. وأنا باسم مجلس نقابة المحامين أعتذر لكل المحامين المشتغلين الذين عانوا وتحملوا مشقة هذا التطهير وهذا الدفاع، لأننا كنا نطلب من المحامي المشتغل أن يقدم دليل اشتغاله ونحن نعلم أنه مشتغل. كنا نطالب من المحامي المشتغل أن يقدم دليلاً على وجوده في مصر ونحن نعلم أنه كان موجوداً في مصر، ولكن لماذا طلبنا أن يقدم هذه المستندات وهذه الأدوات؟ لماذا قدمها نقيب المحامين؟ أنا الذي قدمت أول شهادة تحركات قدمت في جداول نقابة المحامين كانت مقدمة مني هذا العام. مستندات تجديد قيدي في نقابة المحامين قدمت، سواء كانت أحكام أو محاضر جلسات أو توكيلات، ليس في ذلك عيب وليس في ذلك انهزام، وإنما في ذلك انتصار لما قررناه حتى نحجب بهذا الأداء هؤلاء الذين يريدون أن يستفيدوا من أي استثناء متاح. فإذا لم نقدم مستندات لم يقدموا، وإذا لم نقدم شهادة التحركات لم يقدموا، فيشاركون فيبقوا معنا ببطاقات العضوية. كانت نقابة المحامين قبل 2016-17 نقابة عضويتها بطاقات كرنيهات، مش محامين مشتغلين اشتغال حقيقي، وكنا بنعاني، وكانت النقابة مقدمة على إفلاس حقيقي، مقدمة على إفلاس اكتواري، لأن مدخولاتها اللي بيضخها أقل من 200,000 بيستفيد منها أو بتوزع على أصحاب بطاقات عددهم 500,000. طبيعي جداً، طبيعي جداً أنه يحدث عجز، وده حدث في 2011 للي كان متابع أخبار نقابة المحامين. في 2011 ما كانش فيه ولا مليم احتياطي في صندوق نقابة المحامين، ما كانش فيه مليم واحد احتياطي، وكانت مصاريفنا أو مصروفاتنا القادمة أعلى وأكبر من مدخلاتنا، لأن الاستهلاك كان عالي، كان كبير، كان ضخم. لذلك بدأنا المعركة من أول جمعية عمومية حدثت في 2013 لما قررنا بعض الزيادات المحدودة في اشتراكات في دمغة المحاماة، وقرناها بزيادات أيضا في المعاش ومعاش الدفعة الواحدة، وقرناها أيضا بمميزات في العلاج. ومع ذلك كان علينا أن نستمر، ونستمر لكي ندافع عن أموالنا، ندافع عن إيراداتنا، ندافع عن إنتاجنا الوطني القومي بتاعنا اللي احنا بننتجه كل يوم في محاكمنا، من محاكمنا، من إيرادات نقابة المحامين. فكانت المعركة، النهاردة عدد المحامين 175,000 جددوا حتى 31/3، مضاف إليهم حوالي 20,000 جدول عام. ده الرقم الأقرب إلى الصحة للمحامين المشتغلين. في نسبة أخرى لن نصل إليها بعد، لكن هنصل إليها. مش هنترك حد خدع نقابة المحامين بمستند مزور يمر، مهما كان صلته بينا وبمجالس النقابات العامة والفرعية، مهما كان قربه مننا، لأن احنا مش هنقبل حد يخدعنا علشان يستولي على أموالنا ويستولي على مدخراتكم. دي معركة التحرير، معركة صد العدوان بلغة القوات المسلحة باعتبار انه ذات اللواء جنبي. في فرق كانت قادمة تحتل النقاب، التعليم المفتوح والدبلومات، كان لازم نقف، والا تضيع نقابة المحامين، والا يبقى كل اللي بذلناه من جهد في تطهير الجداول وتنقيتها
هيذهب سودا. وكانت المعارك قاسية، وكانت الانتهازية الانتخابية كانت مجسدة فيها. كان من بيننا من كان يدافع عن دخولهم في نقابة المحامين، كان منا من كان يزايد علينا باسم القانون وسيادة القانون، باسم المساواة، وهم غير مؤمنين لا بالمساواة ولا بالقانون ولا بسيادة القانون. هم لا يؤمنون فقط إلا بمصالحهم الانتخابية، وخاضوا ضدنا معارك وصلت ببعضهم جرأة أن يقدموا نقيب المحامين إلى محاكمة ليستحصلوا على حكم بحبسه، دون أن يدركوا خطورة ما يقدمون عليه. لكن الوقفة الحقيقية للمحامين اللي كانت في 15 يناير أعادت الروح وصدت العدوان وأغلقت كل الأبواب. كل أبواب الانتهازية أغلقت بعد هذه المعركة، لأن المحامين ظهرت، المحامين وقفت تدافع عن نفسها وتدافع عن نقابتها. عارفين حضراتكم، عارفين حضراتكم المحامي اللي ترافع، اللي قال أنا محامي وترافع في جلسة 15 يناير ضد نقابة المحامين، النهاردة فين؟ النهاردة مقبوضا عليه بتهمة انتحال صفة المحامي، لأنه غير مقيد بنقابة المحامين، وكان يحمل كرنيها مزورا لابنه. شفتوا مدى الاستخفاف اللي كان بيناننا؟ فلعنة نقابة المحامين حلت عليه، لأنه نقابة المحامين دي لها لعنة. خلوا بالكم، مفيش حد جه على نقابة المحامين كسب أو انتصر. لكن انتصرنا في المعركتين، لكن اوعوا تفتكروا انه معاركنا خلصت. احنا داخلين على معركة اكثر مشقة. احنا انتصرنا في المعارك الرقمية، في المعارك العددية، المعارك الواضحة، لكن المعركة الحقيقية هي معركة الكيف، الكيف اللي احنا لازم نؤكده في المحاماة. المحاماة رسالة مش وظيفة ومش حرفة. المحاماة رسالة كلية للقيم، كل القيم النبيلة اللي موجودة في مجتمعنا، للدفاع عن الشرف والكرامة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون. يجب أن من يمارسها يمارس هذه الرسالة ويحملها، يجب أن يكون على قدر المسؤولية فيها. فلا تهاون، فلا تهاون أو تفريط في مسلك المحاماة والمحامين، ولا في مظهرهم ولا في موضوعهم. والحساب، كل الحساب سوف يكون لمن يريد أن ينحرف بالمحاماة وأن ينحرف برسالة الثقة التي تمنحها المحاماة للمجتمع، وأن يشوه في من يريد أن يشوه صورة المحاماة وهيئة المحامين. لن نسمح لأحد أن يشوه صورة المحامين، ولا أن يشوه أدائهم، ولا يعيقهم عن رسالتهم في الدفاع عن كل القيم التي كرسنا جهدنا من أجل الدفاع عنهم والدفاع عن مقاصد هذا المجتمع كلها. في ظل هذه المعركة أيضاً إحنا داخلين على معركة ضبط حسابات نقابة المحامين بما هو أفضل. قلت لكم في 2011 كان رصيد نقابة المحامين صفر في الفائض، وكنا مقبلين على الإفلاس. النهاردة رصيد نقابة المحامين 618 أو 680 مليون جنيه. احتياطي نقابة المحامين النقدي النهاردة مشروعاتنا بتقوم بها القوات المسلحة، كل مشروعاتنا. أسوان، نادي أسوان خلص انتهى وهنفتتحه قريبا. امتى يا حمادة هنفتتح نادي أسوان؟ فين حمادة؟ أسوان نادي
نقر نقابة الأقصر هنبنيه بإذن الله وأسندناه للقوات المسلحة علشان يتم. نادي المنيا خلص ومقر نقابة المحامين في المنيا خلصت وهنفتتحها. مع بلاش سوهاج عشان ما يقولوش احنا منحازين. أسيوط أسيوط احنا عندنا اكثر من موضوع في أسيوط. نادي المحامين اللي احنا اعدنا تقديمه بعد ان ضيع البعض مكان الذين فيها النهارده وافقت المجتمعات على تخصيص 3 أفدنة ويجري الان تكمين الساعه ويجري الان ايضا الموافقه على تسعير نادي المحامين على ترعه الابراهيميه. النهارده هذه الكلف الماليه احنا قادرين على ان احنا نؤديها وقادرين على ان احنا نضحى وقادرين على ان احنا نثبتها علشان ده حق المحامين علينا، حق المحامين على نقابة المحامين، حق المحامين المشتغلين اللي تعبوا في اموالهم ان يروا في هذه الاموال انجازات. قريبا هنبدا في تشطيب نمنا نقابة المحامين، طلعت نقابة المحامين الرئيسية في النقابة العامة بعد أن بدأت الأدوار العليا تظهر. قريبا هنبدأ في أعمال التشطيب علشان نعيد مكانة النقابة بمبنى يليق بقدر المحامين وبقامة المحامين. احنا النهاردة عندنا سلسلة من الإنجازات، سلسلة من الإنفاقات، لكن في اتجاه الصحيح، الإنفاق الاستثماري، الإنفاق الذي يعود بعائد على المحاماة والمحامين. زي ما احنا بنجهز الآن في الغردقة على الممشى السياحي منتجع بيعد المكتب الاستشاري الخاص بنقابة المحامين وجال استخراج موافقات السيد الوزير المحافظ على المشروع وهو معانا، وانا ما اعتقدش انه هيقول لا. ما كنتش جيت لكم هنا دلوقتي. ف فالفكره ان هناك موضوعات كثيره انا مش حابب افتحها في حضور المحافظ، السيد المحافظ. ناجلها لبكره، لكن اكلمكم فقط عن الذي اقصده بموقعة كان طرفها سيد المحافظ وكنت أنا وبعض الحضور. كنا رحنا موسكو الاتحاد السوفيتي، روسيا ما عادش الاتحاد السوفيتي، في 2013 14/2013 بالظبط. رايحين ليه؟ كان في وفد، في سيد المحافظ وكنت انا فيه، كان فيه السفير المصري السابق، وكان فيه رؤوف سعد، سفيرنا مصر السفير رؤوف سعد، محمد سلماوي، والاستاذ محمد سلماوي، والاستاذ ثروت الخرباوي، وباقي الشخصيات التي لا نذكرها الان، جمال زهران، والدكتور جمال زهران. كان ايه رايحين ليه؟ رايحين علشان تعلموا انه بعد 30 يونيو حصل جفوة روسية تجاه مصر قبل حادثة الطيارة، وعملوا فيها ديمقراطيين. احنا رحنا يا اخوانا، انتوا موقفين السياحة ليه؟ مصر الان بتخوض معركة ضد الارهاب وضد محاولة السيطرة على الحكم فيها، والمعركة شديدة، واحنا محتاجين مواردنا تعود اليها، وجزء من مواردنا السياحه الروسيه. فمساعد كان وزير الخارجيه الروسي قال احنا في انتظار حلول ديمقراطيه في الازمه المصريه،
ديمقراطية ايه يا عم؟ ردينا عليه وقلنا له يا سيادة الوزير، روسيا اعلنت انتصار الديمقراطية لما وقف يلتسن في امام البرلمان الروسي فوق دبابة روسية وضرب البرلمان الشيوعي واعلن العالم انتصار الديمقراطية. جاي تكلمنا على مساندة الجيش المصري للشعب المصري ضد الاخوان المسلمين؟ لا، احنا كنا بندافع عن نفسنا، احنا كنا بندافع عن نفسنا. ده مش انقلاب عسكري، ده ثورة شعبية ايادها الجيش. النهاردة اللي بيحدث في الجزائر في حمى الجيش، اللي هيحمي ليبيا الجيش من غير فصال. اللي دافع عن الوطن في ذلك الوقت وحتى الآن هو الجيش. اللي بيقاوم الإرهاب هو الجيش من غير التفاف ومن غير مجاملة لحد. في أخطاء، في أخطاء، في مشاكل، في مشاكل، في غلاء، في غلاء، في أي شيء ما يعجبش كل الناس. ما فيش نظام في العالم بيعجب كل الناس اللي فيه. هذه تقبل الأخذ والعطاء. ده يدخلني على موضوع الحوار حوالين الاستفتاء. أولا، ما فيش حد من حقه يقول، المحامين تقول آه أو تقول لا، المحامين أحرار، لكن مش من حق حد ايضا ان يقول محدش يروح يستفتى. واحنا بنقول انه الذهاب الى الاستفتاء واجب وطني، حق للوطن. التصويت بنعم او لا حق للمحامي. انا مع حق الوطن ان احنا نروح، روح ادي صوتك واختار اللي انت عايزه، ونقابة المحامين هتحميك سواء صوتت هنا او صوتت هناك. لكن فكرة ان تقاطع، فكرة ان تمتنع، فكرة ان تقدم دليلا للعالم على مشهد متخلف للشعب المصري، احنا بنرفضه. وانا بقول ان المحامين هيكونوا في طليعة الشعب المصري اللي هيأدي واجب الاستفتاء. هذا هو حديث المحامين. لن ننافق احد ولن نداهن احد، لكن في النهاية هنؤدي ما علينا من واجبات ومن التزامات، لأن ده واجبنا وده التزامنا وده دورنا وده وطننا اللي احنا متمسكين بحمايته. احنا متمسكين بحماية هذا الوطن لأن احنا فصيل في مقدمة من يدافع عن شعب مصر وعن قضاياه وعن حرياته وعن مشاكله وعن ألامه وعن كل ما يحدث فيه. ده مش معناه ان احنا بنمضي على بياض لحد، لكن احنا بنقول من حقنا ان احنا هنقول على الغلط غلط وعلى الصح صح ما دام ذلك في صالح الوطن. باسم كل محامين مصر اقول ان محامين مصر في طليعه من يدافع عن وطنهم ضد كل من يرى في نفسه انه قادر على ان يركع الشعب المصري. لا الارهاب القديم والحديث، داعش فيه ثوبها الجديد، داعش يا اخوانا اللي بيتابع، ده المنتج الرابع من الارهابيين اللي اتربوا في امريكا وفي اوروبا. دول اللي بيضربونا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن. دول مين اللي ربى داعش؟ اوعوا تفتكروا انه اتربت لوحدها، طلعت لوحدها. لا، اللي عمل داعش اسرائيل، اللي صنع داعش ومدها بالفلوس امريكا. واحنا لا مع اسرائيل ولا مع امريكا، احنا مع الشعب الفلسطيني ومع وحده الامه العربيه ومع اراده الوطن العربي في مواجهه اي عدوان يحدث عليه، لانه المستهدف مصر، والمستهدف هو تركيع الاراده المصريه وهزيمه الدور المصري القائد والرائد للعالم العربي ولأفريقيا وللعالم الثالث كله. ده اللي بيستهدفه الاستعمار ضدنا وضد
شعبنا. من أجل ذلك إحنا واعيين لما نخطو إليه، واعيين لحقوقنا، لن نتراجع، لن ننهزم، سوف ندافع عن الوطن ما عشنا. عاشت المحاماة للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.